امر غريب اتفاجئ بيه جمهور النجمه جانيت جاكسون في الفتره الاخيره، وده بعد الغاء مجموعه من الحفلات من غير الاعلان عن اي سبب. لكن اتقال ان جانيت عندها ازمه صحيه، والبعض قال انها بتعاني من السرطان عشان كده لغت الحفلات. وقدام كل الكلام ده قالت جانيت انها بتتعالج لكن مش من السرطان، وما وضحتش المرض اللي بتعاني منه.